هذا اليوم مرة أخرى على تعزيز البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية، وكنت شهدت اليوم وقفت على يعني مواصلة تقديم الإعانات المالية للسكن الريفي في إطار العملية اللي قمنا بها منذ شهر جانفي. وهذه العملية والعمليات الأخرى اللي شهدتها الجزائر، تثمين الأجور، تثمين المعاشات، هذه الإعانات، هذه كل هذه العمليات هي دليل على الحركية الاقتصادية اللي يشهدها بلدنا منذ سنة 2020. والدليل على هذا أنه سنة 2024 قرر السيد رئيس الجمهورية رفع وتثمين معاشات ومنح التقاعد إلى 10 بين 10 إلى 15%. هذه النسبة لم تشهدها منظومة الضمان الاجتماعي منذ تأسيسها. هذه النسبة هي نسبة معتبرة، نسبة ذات قيمة كبيرة وذات أثر مالي.